السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحباء، حلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز العناوين اللي نتابعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحباء، في حلقة جديدة من حصاد الأيام بلا خطوط حمر ولا انتقائية، والأولوية للملفات الأكثر أهمية من حيث حجم الأموال المختلسة أو المهدورة أو المهربة والمنهوبة أو تلك المتعلقة بالمشروعات المهمة. هكذا يفصح رئيس الوزراء عن نقاط العمل في ملف الأموال التي غيبت. إجراءات الاسترداد تبدو في من صورتها الأولية أنها غير تقليدية واستثنائية وتتناسب مع حجم المهدور والمسروق. فهذا الإصرار الحكومي والدعم النيابي وأساليب التقصي والتحقيق شرع الباب أمام جهود دبلوماسية متسقة مع إجراءات الجهات ذات العلاقة لتمكينها من القيام بواجباتها. أما في ملفنا الثاني لحصاد هاي الليلة، فيما يتم الحديث عن وجود جماعات إرهابية تتخذ من شمال العراق مركز انطلاق لاستهداف الداخل الإيراني وتعريض أمنه للخطر، تطالب طهران الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بمسك الحدود وضع معالجات هذا الوجود. فمأزق التنظيمات يفتح الباب أمام هذا المشروع، وبات من الضروري رسم خارطة حل جدية تتعامل مع هذه المناطق التي تخرج العراق عن دائرة تحالفاته ودائرة العلاقات مع جيرانه، وهذا ما أثبتته إيران غير مرة بالوثائق والأدلة القاطعة. لكن بغداد لم تفي بوعد ضبط الحدود كما وعدت بحسب الخارجية الإيرانية ومؤسساتها العسكرية. إذن مشاهدينا في هذا الملف خلونا نفتح هذا الملف، والملف الأول مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. تواصل الحكومة الجديدة عملها في ملف استرداد الأموال المنهوبة والمهربة، وتقدمت خطوات لافتة في المقدمة، اتصالها بالعالم وتنسيق المواقف اللي تضمن استرجاع هذه الأموال المهدورة والقبض على المتورطين. فحجم الأموال المسروقة إذا ما استردت راح ترفد ميزانية الدولة بالكثير من هذه الأموال. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير زميلنا علي حبيب. أكثر من 360 مليار دولار هو ما يسعى العراق لاستعادته من أمواله المهربة إلى الخارج منذ عهد التغيير بحسب المصادر الإحصائية واللجان البرلمانية والجهات الرقابية. فالحكومة الحالية ضاعفت جهودها وتحركت بخطوات متسارعة وفق آليات محددة ضمنتها القوانين على المستوى الوطني والدولي. ولعل أول محطات هذا التعاون زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الأردن من أجل التوصل إلى تفاهمات تضمن استعادة الأموال المهربة واسترداد المطلوبين. فتتبع هذه الأموال المسروقة ليست بالعملية المستحيلة، إلا أنها تشوبها بعض المصاعب التي تتلخص في طمس معالم أغلب الجرائم وأتلاف الأدلة المادية وعدم تعاون الدول مع الجهد المحلي في استرداد هذه الأموال. وهذا العمل بطبيعته يحتاج إلى التعاقد مع شركات عالمية استشارية في مجال المحاسبة والتعقب ومراجعة قيود الصرف من دوائر الدولة، فضلا عن الحاجة إلى تفعيل التعاون ومذكرات التفاهم بين وزارة الخارجية والعدل ومجلس القضاء وهيئة النزاهة لاسترداد الأموال المخفية والاستفادة من التجارب العالمية. فهذه العملية المعقدة تحتاج إلى إلزام الدول الحاضنة للأموال والمدانين بالقرارات الدولية وجعل ميزان التعاون الدبلوماسي والتخادم الدولي في هذا الملف هو المعيار الذي يحدد شكل العلاقة بين البلدين. وهذا الأسلوب اعتمدته الحكومة الحالية لترفع عن العراق كثيرا من مؤشرات ومدركات الفساد الدولية. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحباب، هذا الملف ورحب بضيفي الكريم الأستاذ كامل الكناني الباحث السياسي والإعلامي. حياك الله أستاذ كامل ضيفا كريما. مرحبا بك، حياك الله. حياكم الله. وكذلك سينضم معي عبر سكايب السيد موسى فرج رئيس هيئة النزاهة الأسبق من المثنى. أهلا بك أستاذ موسى، حياك الله، انضممت معي عبر سكايب. أهلا مرحبا بك. أبدأ مع حضرتك أستاذ كامل، نتحدث عن زيارة رئيس الوزراء إلى الأردن، هل نضعها في سكة ما تم الاتفاق عليه مسبقا
باسترداد الأموال المنهوبة، وهذه الزيارات اليوم لما نتحدث عن حراك دولي من قبل رئيس الوزراء راح نخلي تحقيق الأولويات التي وعد بها في هذا المضمار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حياك الله وحيا ضيفك الكريم وكادر البرنامج الطيب وجمهور المشاهدين الأعزاء. بالحقيقة السيد السوداني أعلن ضمن برنامجه في بداية تشكيله للحكومة أنه سيقيم علاقات خارجية على أساس تعاون دول العالم والدول الإقليمية بالخصوص مع ملف الاسترداد الأموال المنهوبة وتسليم الفاسدين. وأعتقد أن المحطة الأولى الأردن باعتبارها أكثر دولة آوت كثير من الهاربين وكثير من الإرهابيين وكثير من يعني من عوائل النظام السابق والبائد والذين شاركوا بأعمال تخريب وإرهاب في العراق. فاستهداف الأردن في خطوة أولى من هذه الناحية له دلالته على أن الحكومة الجديدة جدية في ربط العلاقات الخارجية للدولة العراقية مع ما تقدمه الدول من تعاون في شأن تسليم الأموال المنهوبة والمطلوبين للقضاء العراقي بهذا الخصوص. أعتقد أنها خطوة في المسار الصحيح، وأتمنى أن يستمر السوداني بهذا المسار باتجاه تعزيز ثقة المواطن العراقي بأن هذه الحكومة مختلفة تماما عن الحكومة التي أفسدت كثيرا في المرحلة السابقة. طيب جد ترحب حضرتك سيد موسى، نتحدث عن زيارة رئيس الوزراء للأردن وتقديم هذا الملف باعتباره أولوية مهمة جدا، وما لاقى ترحيب من قبل العاهل الأردني بضرورة تعاون المملكة الأردنية الهاشمية مع العراق لاسترداد هذه الأموال من ناحية عملية. هل من الممكن أن تفي الدول العربية بما وعدت به العراق حتى في مؤتمر بغداد الذي جمع الدول العربية مع وزارة العدل مع هيئة النزاهة وغيرها من هذه الأطراف؟ شكرا جزيلا استاذ احمد، تحياتي حياك الله وللضيف العزيز وللمشاهدين. حياك الله، مرحبا بك اخي. طبعا ما اضيف شيء للي تفضل به الاستاذ العزيز فيما يتعلق بموقع موضوع استرداد الاموال العراقيه المنهوبه في برنامج رئيس الحكومه السيد السوداني وزيارته للاردن، واللي هو ورد صراحة في البرنامج الحكومي فيما يتعلق بمواجهة الفساد، السعي لاسترداد الأموال العراق المنهوبة وربط أو تقييم علاقات العراق مع الدول الأخرى على أساس هذا المنح. يعني الدولة اللي تساعد العراق في استرداد الأموال المنهوبة واسترداد الفاسدين تكون لها الحظوة والعلاقات الطبيعية، وأما الدول الأخرى اللي ما تتعاون مع العراق فتعاملها الدولة العراقية بالمثل. واللي أرجو وأشدد أرجو أنه هذا المقياس أو المعيار أو المسطرة يستمر عليها السيد رئيس الحكومة فيما يتعلق بكل الدول، لأنه خارطة توزيع الأموال العراقية المنهوبة والمسروقة بالرغم من أنه موجودة في معظم دول العالم، لكن بالأساس الدول العربية الأردن أولاً ولبنان والإمارات العربية. نعم. هذا لا يعني أنه ما موجودة في بقية الدول العربية، لكن هذول الست دول هم فيما يتعلق بالدول العربية بالإضافة إلى الكويت والدول الأخرى تركيا وبولندا. أستاذ موسى أنا نعم بالنسبة للدول العربية أنا قلت. نعم. بالإضافة للعوامل اللي ذكرها الأستاذ العزيز، إلى جانب الدول المحيطة تركيا وإيران، إلى جانب بؤرة كبيرة جدا فيما يتعلق بوجود الأموال العراقية المنهوبة اللي هي بريطانيا، لندن. هذا لندن بعد 2003، سويسرا قبل 2003، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا استمر السيد السوداني بشكل مدروس وممنهج وتساعده، يفترض ان تساعده طرفين اساسيات، تساعده اولا الممثليات الدبلوماسيه العراقيه بالعالم بهاي الدول ان تفعل من جهودها، ويفترض انه تتوفر بها الامكانيه والكفاءه الوطنيه، والا كانت الجهات الدبلوماسيه والبعثات الدبلوماسيه اما وهذا الغالب انه تقف على طريق الحياد، موقف حيادي من هذا الجانب، او
حتى بعض الفاسدين في هذه الممثليات تساعد الفاسدين في تسرب وتهريب الأموال العراقية. مثل ما ذكرت أنه الأموال العراقية موجودة من فيتنام إلى أستراليا إلى سويسرا إلى فرنسا إلى معظم دول العالم، لكن على الأقل خلال هذه الأشهر الأولى إذا تحققت نتائج فيما يتعلق بالأردن، تركيا، إيران، الإمارات، لندن، سويسرا، طبعاً أكو ما يساعد السيد السوداني أنه هيئة النزاهة بذلت بالسنة الفائتة والسنة الحالية جهود فيما يتعلق بالأموال الموجودة في أستراليا، عفواً بسويسرا، وحصلت على تسهيلات لمعرفة أرقام الحسابات وأسماء الحسابات، لكن استرداد الأموال لأنه ما يتعلق فقط بالهيئة النزاهة وإنما يتعلق بالدولة ككل، يعني الخارجية، العدل، الداخلية، الانتربول، غيره. فالأموال المستردة لغاية تاريخها متواضعة وضئيلة جدا اللي هي 197 مليون دولار، في عين الأموال المنهوبة من العراق تتراوح بين 150 مليار دولار اللي ذكرها السيد رئيس الجمهورية السابق، وبين 450 اللي ذكرها مجلس النواب، وبين الإحصائيات الأخرى اللي تصل إلى 600 مليار دولار. هذه فقط النقدية، أما العينية فلها بحث. فيما يتعلق بالأردن أستاذ العزيز، مثلا إذا ضيف جملة واحدة اللي هو أستاذ العزيز، يعني من سقط نظام صدام هو كانت حسابات مفتوحة لصالح دوائر الدولة العراقية تجمدت وراحت. فعلى مدى السنوات السابقة نقول يا جماعة مو بس الشركات الواجهية اللي كان يأسسها صدام ومو بس الفاسدين اللي عصوا بالأموال العراقية، لكن أكو حسابات مثلا وزارة التجارة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، هاي موجودة حسابات رسمية ممكن التعامل مباشرة مع الجانب الأردني واستردام. طيب نعم. أستاذ موسى، يعني لم يكن الموضوع مختصرا فقط على الأموال، وهنا أستاذ كامل نتساءل عن الشخصيات المطلوبة بقضايا الفساد والتي تتواجد في هذه البلدان، أيضا ما وعد به السوداني من إلقاء القبض بالتعاون مع هذه الدول أو بالتعاون مع الانتربول، وقبل مدة تم ضبط أحد الشخصيات المتهمة من قبل الانتربول. يعني أول الشخصيات المتهمة بالفساد واللي تم تهريبها هو الوزير أيهم السامرائي الذي اعتقل وأدين وسجن في سجون عراقية، وقامت شركة أمريكية بتهريبه، والآن هو مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ويهاجم النظام السياسي ويتدخل ويحرك ويستعيد بعض نشاطات حزب البعث هناك ضد النظام السياسي. فأمريكا هي البادئ الأول بعملية إيواء الفاسدين وتشجيعهم على الهرب. على الدولة العراقية أن ترسم معالم سياسة واضحة وأن تسمي الأشياء بمسمياتها. حينما تصدر مذكرة قبض بحق أي مواطن عراقي أو أجنبي مقيم بالعراق بشكل وبآخر مطلوب للعراق، تبلغ سفارة الدولة المقيم بها بضرورة الاستعجال في إلقاء القبض عليه وعدم إعطاء فرصة للتحرك والهرب منها، حتى تتحمل مسؤوليتها كدولة تحترم سيادتها وتحترم سيادة البلد اللي تقيم وياه علاقات. بدون وجود هكذا ضغوط وهكذا سياسة سوف يستمر الفاسدون بسرقة الأموال والهروب إلى دول أخرى، وربما تغيير هناك دول الآن في من دول الدول الصغيرة في الاتحاد الأوروبي، بعض الجزر اللي صارت دول يعني تبيع جوازاتها لأي طالب بمئة ألف دولار ومئتين ألف دولار وحتى ربما أقل من هذه المبالغ. فيجب أيضا الانتباه إلى بعض الذين يشترون جوازات وجنسيات هذه الدول ويستوطنون فيها ألا يغيرون أسماءهم، هذا مهم جدا. أنا أعتقد أن القرار سيادي والقرار سياسي، إذا كان السيد السوداني عازم على تنفيذ ما طرحه من سياسته فسيجد شعب متعاون، وسيدخل الشعب في ميدان المنازلة مع الفاسدين، وستحصل الدولة على كم هائل من المعلومات إذا تحولت إذا هذه القضية إلى رغبة جماهيرية في مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين. أتوقع أن تتخذ الدولة العراقية مجموعة من الإجراءات عبر الانتربول وعبر العلاقات البينية بين الدول لكي تعزز مطالباتها بهؤلاء السراق والإسراع بتسليمهم إلى العراق ليقفوا في محاكم القضاء العراقي ويدخلوا السجون. طيب. ويتعفنوا فيها وتسترجع الأموال العراقية منهم. مدى فاعلية الجهد الدبلوماسي أستاذ كامل واتساقه مع إجراءات
استرداد الأموال المنهوبة أو القبض على المتهمين والهاربين من العراق؟ يعني أعتقد المسؤولية تضامنية، ليس فقط وزارة الخارجية وليس فقط السفارات، يعني الحكومة العراقية إذا صدر أمر قضائي الحكومة العراقية ملزمة بتنفيذ الأوامر القضائية، إلزام قانوني ويوجد إلزام مباشر. مثلا مواطن في دولة معينة يصير الحديث عن الخارجية وعن السفارة، يصير تنفيذ هذا الأمر القضائي عن طريق هذه الآليات وعن طريق اتحادات الشرطة والأنتربول، والعراق عضو في كل المنظمات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، مكافحة الجرائم الدولية وغيرها، ومنظمة الأنتربول وأنتربول الدول العربية أيضا، توجد مديرية في وزارة الداخلية تتابع هذه الأمور عن طريق المنظمات الدولية، وعليها أن تطلع بدورها في ملاحقة هؤلاء وتضغط على الدول التي يقيم فيها هؤلاء الفاسدون لاسترداتهم ومحاكمتهم. طيب أستاذ موسى، يعني من المعلوم أن هيئة النزاهة تعمل في قانونها رقم 30 لسنة 2011، ورئيس الوزراء دعا إلى تشكيل فريق وزاري ساند لعمل الهيئة، بس يكون ما يتعارض ويا صلاحيات الهيئة من مبدأ الفصل بين السلطات. هذا الفريق الوزاري الساند هل سيكون بادرة جديدة مدى فاعليته في تحقيق ما تم رسمه في البرنامج الحكومي؟ الأستاذ العزيز، هذا الفريق أو اللجنة أو كذا، هذا رافقتها اللبس من أول يوم تم الإعلان عنها وعدم الوضوح. واحد من الأسباب اللي أدت إلى هذا اللبس وعدم الوضوح والاختلاط المفاهيم، أنه ما أعلنت هيئة النزاهة من أنه هذه من تأسيس هيئة عليا، فتبادر للمواطن العراقي وللمتابعين أنه هاي هيئة عليا موازية لهيئة النزاهة أو أعلى منها، في حين لا، واقع الحال والشكل الصحيح أنه لا، هذا فريق عمل داخل هيئة النزاهة بإمرة هيئة النزاهة وبأشخاص من داخل النزاهة برئاسة السيد رئيس هيئة النزاهة وعضوية مدراء عامين اثنين اللي هم الاسترداد والتحقيق. نعم. وهذه يعني أنا قلتها أكثر من مرة، أنه بال 2007-2008 أنا كنت رئيس هيئة النزاهة، قلت يا جماعة ما يجوز هيئة النزاهة، هيئة النزاهة رقابية مو قضائية، ما تهتم بالمخالفات كمخالفات أو الجرائم كجرائم، وإنما يهمها حجم الجريمة فبهالحالة والاعتداء على المال العام. ففي وقتها شكلت فريق خاص بالتحقيق من ملفات وقضايا الفساد الكبيرة، لأنه ما معقول أستاذ أحمد والمشاهدين الأفاضل أنه تجي قضية رشوة كارت موبايل الشرطة مرور وأنت عندك تهريب النفط أو مزاد العملة تعاملها نفس المعاملة، لا، فقلت هذه الشيء تأخذ مجراها وتصير هامشية وتعامل كهامشية، لكن خلينا نتوجه إلى الملفات الرئيسية، تهريب النفط، تسليح، غيرها. أشار الأستاذ العزيز إلى دور الحكومة والجهات بأنها تضامنية، لكن أود الإشارة بشكل محدد حتى نكون محددين وعمليين، أنه ترى أكو متطلبات لوجستية تتطلب استرداد الأموال. من هاي المتطلبات اللوجستية الدول الأخرى تقول لك أنا ما أقدر أرجع لك ولا دينار ولا أسلمك أي متهم بالفساد إذا ما يصدر عليه أمر حكم قضائي بات حضوري، في حين إحنا معظم الفاسدين مهزومين بهالحالة، حتى إذا صدرت أحكام قضائية تصدر غيابية، والغيابية مثل ما هو معروف ممكن يجي يحضر الشخص ويطلب إعادة المحكمة من جديد. فهذه الدول تقول لك حتى أنا ضامن وياك أريد أولا قرارات حكم باتة حضورية، هذا أولا، ثانيا أريد من عندك هذا الجرائم اللي صدر بها قرارات حكم. طيب. مو بس عندك جريمة أنت تعتبرها جريمة، عندي هم جريمة. وعلى سبيل المثال، مثلا أنت فرضا حكمت لأنه يبيع خمر، يقول لك أنا عندي الخمر مشروع، فإذا هذا الجانب الثالث والمهم، أنه هذه الدول لها مصلحة بوجود الأموال، لكن إذا ضامنت الحكومة بالدولة العراقية، مو الحكومة، القضاء أولا، القضاء، مجلس القضاء، هيئة النزاهة، الفريق الساند لهيئة أو فريق أو لجنة اللي موجودة بهيئة النزاهة للقضايا الفساد المهمة، اللي هو برئاسة السيد البصري، واللي هو أصلا مدرب. طيب. مدرب هاي الخلية، خلية الصقور، مدربة بأمريكا وبريطانيا، فبهالحالة
يساعدون هيئة النزاهة بالتحري عن هذه القضايا، وبنفس الوقت المتابعة وفق المنهجيات اللي تعتمدها هاي الدول الغربية. والشرط الآخر من الأمور اللوجستية اللي قلتها، نعم، إنه الحكومة العراقية يا جماعة الأتراك، أنا عندي تبادل تجاري بينكم هل قد مليار دولار، نعم، إذا ما ساعدتوني باسترداد هاي الأموال المنهوبة واسترداد الفاسدين، ممكن أنا أوقف من أوقف هذه إلى إيران، هذا التبادل التجاري أو الاستيراد بشكل خاص. طيب أستاذ موسى اسمح لي أن أذهب إلى أستاذ كامل. أستاذ كامل، يعني المشاكل السياسية إيش قد من الممكن أن تأثر على هذا الملف التعامل الدولي؟ يعني نتذكر سابقا بعض الدول حتى الانتربول قال أنه ما نقدر نتعامل ويا العراق لأنه هم عندهم ضبابية في الأوامر القضائية، يعني أو عدم موثوقية بالقضاء العراقي في حينها. اليوم بعد أن أثبتت الدولة العراقية بكل مفاصلها القضائية والتشريعية والتنفيذية، أكو رصانة بالموضوع صارت. هذه المشاكل السياسية بقيت حاكمة على التعامل مع الدول لو صار أكو اختلاف بها. يعني هو ليس من المعقول أن يدخل رأي الدولة الأخرى بقضائنا أو بدولتنا في تنفيذ أوامر قضائية خاصة بالدولة العراقية. الدولة دولة سيادية، والدولة السيادية قراراتها ملزمة للجميع، ليس من حق. يعني أنا مثلا ما مقتنع بالقضاء الأمريكي، أنا ما مقتنع بالقضاء الفرنسي، أنا ما مقتنع بالقضاء الفلاني، يعني هل من حقي أن أرفض أمر القضاء الفرنسي في اعتقال مواطن فرنسي لأني أنا شخصيا ما مقتنع؟ هذا يعني تدخل غير قانوني وغير سليم، وهو ماض يعني الدول الغربية وأمريكا واللوب الغربي بشكل عام يستفيد من المنظمات الدولية والمؤسسات القانونية والمؤسسات الإعلامية لترويج ما يريده وتمضية ما يريده حتى وأن كان خلاف القانون. وأقرب مثال الآن السفيرة الأمريكية تندد بالقصف الإيراني للمقرات الإرهابيين. الأمريكا التي تقصف مطار بغداد وتقتل قائد عسكري كبير بالعراق وتقتل ضيف بالعراق تستنكر أن هاي القضية، نفرد هذا الملف، هذه المعايير المزدوجة كامل بالثقافة الغربية وبالسياسة الغربية موجودة، نعم، ولكن على الحكومة العراقية أن ترصن قراراتها بمجموعة من الإجراءات التعزيزية. يعني مثلا العلاقة، هاي العلاقة بيننا وبين أي دولة لما تقوي فاسد أنت تجي تستفيد من العلاقة العراق، الحكومة العراقية أن تضغط بنقاط الاستفادة من العلاقة مع العراق على هذه الدولة لكي تسلم عبر عقود، طيب، عبر شركات، الضغط على أموال، الضغط على المقاصة يسمونها بالقانون مقاصة، إذا عندها هاي الدولة عندها أموال هنا بالعراق وعندها سارق ما تسلمه وتحميه أنت تستطيع أن تسيطر على أموالها وتأخذ منها بمقدار ما موجود عندها من أموال مطلوبة لك، ولكن بالأوامر القضائية وبالسياقات القانونية حتى نخلص يعني المتذرعين والذين يمتنعون عن تنفيذ الإجراءات القضائية والأوامر القضائية. يجب أن يكون أحكامنا رصينة مدروسة بشكل جيد، معالجة بشكل جيد، ليس فيها ثغرات. هذا مهم جدا أيضا لإحقاق الحق والحصول على الأموال المنهوبة في الدول الخارجية، لأن يعني ليس من السهولة يعني هذا التدافع السياسي والتدافع التجاري والتدافع الاقتصادي في ظل وجود حكم قضائي غير رصين أو غير مدروس أو لم يكتسب الدرجة القطعية كما أشار الأستاذ موسى. هذه نقطة مهمة، يعني لأن اكتساب الأحكام الدرجة القطعية يجعلها محترمة من قبل العالم قضائيا، وأحد المعايير الأساسية في ثبوت الحكم القضائي هو حق المتهم في الاستئناف وصدور حكم قطعي يؤيد الحكم. فبالنتيجة علينا ترصين أحكامنا القضائية، وعلينا القيام بمجموعة من الخطوات التكاملية التي تعزز القدرة على تنفيذ هذا الحكم القضائي، طيب، حينما يكون تنفيذه متعلق بدولة أجنبية أو دولة خارجية. واحدة من هذه الخطوات التكاملية أستاذ موسى اللي تفضل بها أستاذ كامل، نتحدث عن طلب رئيس الوزراء بأنه يجب أن نعرف كم هي الأموال اللي حدث بها فساد إداري ومالي، كم من الأموال اللي هربت، كم من الأموال، يعني ما عندنا إحصائية ثابتة، وعندنا أقاويل وعندنا تكهنات. طيب غير نجمع الأموال اللي مسروقة والمنهوبة حتى نقدر، والمشاريع المعطلة وغيرها، تكون عندنا إحصائية ثابتة حتى نعرف أنه المن على يمن ندور ويمن ندور. لا أستاذ العزيز أستاذ أحمد، كلمة السيد رئيس الوزراء بهذا الخصوص وردت بخصوص سرقة القرن، ما سميت بسرقة القرن، أنه هل هي مليارين ونص لو أكثر لو أقل؟ ليش؟ لأنه واحدة من الثغرات
اللي عندنا بالقضاء العراقي، انه المحكمه حتى تحكم قضيه فساد تقول لك اولا لازم تشتكي الجهه المتضرره، وهذا يحصل به التباس. من هي الجهه المتضرره؟ هل هي وزاره الماليه؟ لا، مو وزاره الماليه، الشعب العراقي والخزينه العراقيه، الحكومه العراقيه، واللي يمثلها يفترض الادعاء العام وهيئه النزاهه، مو يمثلها المشاور القانوني للدائره المعنيه، لانه قد يخضع ل مثل ما شفنا بوزاره الماليه الاخطبوط مال الفساد وين واصل مدراء عامين وغيرها، يخضع لمشيئه الفاسد او ضعيف او كذا، او هو اصلا من شبكه الفساد. فنقول لا يا جماعه، مو شرط انه يتحدد كامل المبلغ، نقدر نجزئ. هذه وحده استاذ العزيز. الجانب الاخر فيما يتعلق بالاموال العراقيه المنهوبه، لا انا اطمنك انه بعد 10 سنوات لو تشتغل الحكومه باسترداد الاموال ما تخلص، لانه انا يعني واحده من الشغلات بال 2006 وردت لي تقرير انه الاموال المودعه باماره هولشتاين اللي هي بين المانيا وبين سويسرا لنظام صدام اكثر من 200 مليار دولار. وشنو هي هذه؟ يعني منطق المنطق يعقوب يابا صادر قانون بال 71 سنه 1971 من امم النفط حصه كولبنكيان البالغه 5% من عائدات النفط قانونا بموجب نص القانون مال تيميم النفط في حينه صارت من حصه حزب البعث وتودع بسويسرا لحساب حزب البعث على امل انه اذا سقط تقدر يستخدمون هاي الاموال باسترداده، وكانت بشراب برزان التكريتي. وانت حضرتك والمشاهدين شافوا يعني تعويضات الكويت وصلت الى اكثر من 50 مليار دولار خلال 15 سنه بواقع 5% من عائدات النفط. فتصور ايش قد المبالغ، زائدا الشركات الواجهيه، زائدا الاموال، زائدا شراء مزارع الرز وغيرها في تايلاند والشاينا العينيه اللي هي خطوط النفط بالسعوديه اللي وضعت اليد عليها، خطوط النفط اللي من كركوك المانياس بسوريا. اسمح لي استاذ موسى ان اتقدم اليك بالشكر الجزيل. شكرا جزيلا انضمامك معنا استاذ موسى فرج رئيس هيئه النزاهه الاسبق، حدثتنا عبر سكايب من المثنى. شكرا جزيلا لك مره اخرى، وتتفضل البقاء معي الاستاذ كامل كناني كي نتابع بعد الفاصل. مشاهدي الاحبه، مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه، وجد ترحابي بضيف الكريم استاذ كامل كنان. حياكم الله استاذ كامل ضيفا كريما. مرحبا بحضرتك. وينضم معي ضيفا كريما في الاستوديو الخبير الامني الاستاذ عدنان الكناني. اهلا بك استاذ عدنان. حياك وكذلك الله. حياكم الله. وكذلك عبر سكايب السيد ديار عقراوي الباحث السياسي ينضم معي من دهوك. اهلا بك سيد عقراوي. ضيف الكرام اهلا بكم استاذ كامل. نتحدث عن هجمات ايران وقصف لمواقع في كردستان العراق، لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله وحيا ضيوفك الكرام الأستاذ عدنان الكناني والأخ من دهوك. بالحقيقة ملف وجود قوات تتدرب وتقوم بتهريب السلاح إلى داخل إيران ملف طرح أكثر من مرة. توجد أحزاب كردية إيرانية على الأراضي العراقية تعلن بشكل علني سياستها وأهدافها تجزئة إيران، مثل حزب حرية كردستان ومثل حزب ديمقراطي كردستان الإيراني أو المعروف بالكوملة. هذولا يدعون بشكل علني إلى تقسيم إيران وفصل المناطق الكردية، وليس صحيحا أن نجاور دولة ونستضيف قوة تدعو إلى تقسيم هذه الدولة أو انفصال أجزاء منها. من الناحية المنطقية إذا كنا نطالب بسيادة للعراق ونطالب بعدم قصف هذه الأهداف، وهو من حقنا بالتأكيد أن نطالب بعدم القصف، ولكن من حق دول الجوار أيضا أن تقول لماذا تؤون خصوم لنا يقومون بأعمال تخريبية وأعمال مسلحة، وهي أحزاب علنية معروفة، يعني ليست
أشياء مجهولة أو مخفية، كما يحاول البعض أن يصور أنهم هذول طلبة مدارس، هذول لاجئين، هذول نازحين. هي أحزاب معروفة تاريخيا منذ عشرات السنين، مؤسسة ولها قيادات معروفة، والمقرات التي تقصف تقوم إيران بتصويرها ونشرها عبر وسائل الإعلام، وتسلم المستمسكات إلى الحكومة والدولة العراقية وإلى حكومة أقليم كردستان. إيران صديقة للحكومة العراقية وصديقة للأحزاب الكردية والقوى الكردية وحكومة أقليم كردستان، وليس لديها خصومة مع شعب كردستان، ولكن إيواء هؤلاء الإرهابيين وهؤلاء المخربين بالتأكيد يخل بهذه العلاقة ويؤثر عليها. طيب. صار أستاذ عدنان، أجد رحب حضرتك، صار أكو تواصل ثلاثي خلينا نسميه مع اختلاف الجهات بين إيران، بين الحكومة الاتحادية، بين حكومة الإقليم، وصار اتفاق على حماية الحدود العراقية الإيرانية من جهة إقليم كردستان من قبل القوات العراقية وليس من قبل قوات البيشمركة، وهذا الموضوع ما أعرف تم تنفيذه أو لا، وبالتالي ما الهدف من وجود قوات عراقية وعدم تعامل مع قوات البيشمركة رغم أنها جزء من القوات العراقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، جد ترحابي بجنابك الكريم وبضيف الكريم الأخ العزيز الكريم أستاذ كامل الكناني، حياكم وضيفك من قلب، الله يحييك. الحقيقة هذا الموضوع ليس بجديد، وقسمت قيادة قوات الحدود إلى قيادات مناطق، يعني قيادة منطقة المنطقة الشمالية وقيادة قوات الحدود المنطقة الوسطى وقيادة قوات الحدود المنطقة الجنوبية، وسمت بأرقام، سميت بأرقام، ولكل قيادة قائد وهيئة ركن ومستشارين وألوية منتشرة ضمن الفقاعة الجغرافية، وحتى من جانب الإدارة لديهم محكمة ولديهم دعم لوجستي ولديهم عمليات تموين والنقل، وبالتالي يعني هنالك قيادة متكاملة بمفاصلها الإدارية والخدمية واللوجستية والعسكرية. طبعا الحدود ممسوكة نعم، لكنه دائما المتسللين يجدون طريقة أخرى أو أي ذريعة للتوغل، خصوصا أنهم يتعاونون مع البيكك، وبالتالي البيكك هم ضليعين بالتنقل على الشريط الحدودي، وهم مختصين تقريبا بالتهريب وولدوا بالمناطق الجبلية، فيعرفون كل المزاغل وكل مناطق القوة والضعف في المناطق الجبلية. كذلك المناطق الجبلية تصعب على الماسكين الأرض أن يغطوها ويمسحون، يعني يغطون الرقعة الجغرافية المترية، نقول إنه يصلون بالتغطية العسكرية لحد المتر، تسمى التغطية المترية، يصعب عليهم، فهناك ثغرات حتما متروكة، والثغرات تستغل من قبل الذين يحاولون التهرب من السلطات الحدودية. فأعتقد يعني نعم ممسوك الشريط الحدودي، لكن أيضا هناك مجال للتهريب والانسحاب والتوغل والقدوم، خصوصا أنه شاهدنا الكثير من عمليات تهريب على مستويات أرزاق وعلى مستويات مشتقات نفطية، وكذلك على مستويات أمور أخرى بما فيها المخدرات والحشيشة والكريستال وكثير من هذه الأمور. أستاذ ديار عقراوي، جد الترحاب بحضرتك، ونتحدث هنا عن بعض المصادر اللي تشير إلى وجود خلايا معارضة لإيران وبدأت تعمل بالتجسس على إيران وتنفيذ هجمات في الداخل الإيراني وتتخذ من المدنيين في كردستان دروعا لها وجعلت مقراتها في داخل البيوت الآمنة وعليها قطع، هذه روضة وهذه مؤسسة مدنية، كيف تنظر إلى الأمر؟ بداية شكرا للضيافة وتحياتي لك ولضيوفك الكريم، مرحبا بك الأكارم. حقيقة مبدئيا نحن نرفض، يعني بصراحة نرفض أي اعتداء على الدول الجوار من الأراضي العراقية، ولكن نفس الوقت لابد ايضا ان ندين وبشده اي اعتداء على الاراضي العراقيه. حقيقه انا استغرب مرات من يقولون ان هناك خلايا نائمه لحزب فلاني او لقوى فلانيه، يعني هذه المبررات ليست كافيه لان دول الجوار تشن هذه الهجمات اليوميه على العراق، وهذا حقيقة ليس بمبرر، لأن هناك ترى أحيانا حتى يلجؤون إلى قطع المياه على العراق، ما وهل هذا قطع المياه يتعلق بهناك خلايا إرهابية؟ يعني حقيقة هذه الأطماع وهذه الاعتداءات الدول الأقليمية على العراق ليست بجديدة، وهذه الصراعات ومطامعهم داخل العراق ليست وليدة اليوم. حقيقة ما يقومون
لدول الجيران. حقيقة هذا اعتداء على سيادة العراق وعلى أرض العراق وسماء العراق وموارد العراق. لابد لهذه الدول، إن كانوا جيراننا ولدينا علاقات طيبة، إيران أو تركيا أو الدول الأخرى، لابد لأن يعالجوا هذه المسائل وفق مسائل دبلوماسية وليس بالهجمات اليومية. هناك دول لديها أكثر من 70 قاعدة موجودة في العراق، يعني حقيقة ليست هناك أي مبرر لهذه الهجمات، وكذلك نرفض أي اعتداء من أراضينا على الدول الجوار. عدم وجود مبررات أستاذ عقراوي، عدم وجود مبررات وهذا الرفض أستاذ كامل، كيف تنظر إليه قبالة ما قدمته إيران من وجود أو تقديم أكثر من 70 وثيقة إلى العراق تثبت وجود جماعات إرهابية مسلحة في منطقة إقليم كردستان، وكذلك الاتفاق بين إيران والعراق وإعطاء مهلة 10 أيام لأن تعالج الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان هذه المجاميع التي تم تشخيصها؟ يعني هو من الناحية الواقعية أستاذ أحمد، أنت أيضا مطلع، يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في أربيل هو أعلن أنه مقتل وإصابة عدد من أعضائه في الغارات، فالحديث عن عدم وجود قوات وعدم وجود مراكز تدريب وعدم وجود سلاح مهرب يعني لا يمكن أن ينطلي إعلاميا على المتابعين، ممكن أن ينطلي على جمهور بسيط. الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي وبشكل متكرر وعلى لسان مسؤولين على مستويات عدة قالوا أنهم يساعدون ثورة الشعب الإيراني، وقالوا بالنص، يعني قالها بولتن في برنامج في البي بي سي سي، يعني لا هي إذاعة حزب الله ولا هي إذاعة إيرانية ولا تلفزيون الاتجاه ولا قناة الأيام، على البي بي سي قال أنه إحنا نهرب السلاح إلى الإيرانيين لكي يزعزعوا النظام ولكي يضغطوا على النظام من أجل الضغط على الحكومة الإيرانية في ملف المفاوضات النووية. هذا الكلام يعني أنا ما أقول أن الأمريكيين ثقة فيما يقولون، ولكن تواترت الأدلة على وجود قوات حزبية كردية اتفقوا قبل مدة ضغطت عليهم القوى الداعمة والممولة وجمعتهم بتجمعات كانوا منشقين من أكثر من 16 سنة، هاي أقسام الكوملة اللي هي الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، غير حزب حرية كردستان، هاي كلها أحزاب تدعو إلى انفصال، حتى يعني حتى بشأن تركيا نفس الشيء، بشأن العراق نفس الشيء، توجد أحزاب كردية تدعو إلى إنشاء دولة كردية ويسمون كردستان الحالية يسمونها كردستان الجنوبية، ويدعون إلى إلحاق كردستان الشمالية يقصدون تركيا وكردستان كردستان الشرقية والغربية اللي هي إيران وسوريا. فهذا الحديث العلني والرسمي عن وجود قوات، والحديث العلني والرسمي عن وجود أسلحة تهريب، والحديث الرسمي عن وجود دعم أمريكي ودعم بريطاني ودعم، بالنتيجة يعني لا يمكن أن يغفله أي مواطن كردي. أنا أعتقد على أخواننا المواطنين الكرد أن نأي بنفسهم عن التحول إلى أداة لتنفيذ هذه البرامج الأمريكية والصهيونية في المنطقة ضد الجمهورية الإسلامية. هذا ليس من صالحهم، ليس من أمنهم، ليس من سيادتهم. سيادتهم يجب أن تكون السيادة والأمن عملية مشتركة، عملية تكاملية، عملية تضامنية تضطلع بها دول المنطقة معا لكي تحقق أمن للمنطقة كلها، مو فقط أنا آمن والآخرين يعيشون عمليات تخريب وإرهاب وتفجير وغير ذلك، هذا أمر ليس صحيح يعني. طيب، عمليات أو مؤامرات صهيونية وأمريكية أستاذ عدنان يتحدث عنها سيد الكناني، بالتالي نذهب إلى ما قاله السفير الإيراني لدى بغداد بأنه هنالك استهداف لمنشآت حيوية في إيران في كرمنشاه من قبل الموساد الإسرائيلي انطلاقا من كردستان العراق، وقدم ما يعزز ذلك من وثائق، وإيران لديها مسارات دبلوماسية مع العراق. طيب هذا الوضع أين نضعه في التهديدات الأمنية والتحديات الأمنية بين البلدين ودخول الموساد على وصف الجمهورية؟ شوف أستاذ أحمد، أسباب الحرب الأمريكية الإيرانية اللي نريد أن نتحدث عنها وهي واضحة جدا، لكن هي حرب قائمة بين أمريكا وبين الجمهورية الإسلامية. الحرب الإعلامية بدأت، ثم الحرب الاقتصادية، ثم حرب انتقاء الأهداف هي حرب المخابراتية، ثم حرب التكنولوجيا، ثم حرب الجيل الخامس اللي هي حرب استثمار العقول، وهذه تسمى بالحروب، هي الحروب الصفرية، يجعلون أعدائهم يتقاتلون فيما بينهم، والقاتل والمقتول من نفس البلد، والدماء أيضا من نفس البلد، والمستفيد عدوهم. فبالتالي الحرب الصفرية جعلت هنالك فجوات، وتستثمر هذه الفجوات داخل المجتمع الإيراني،
وبدأوا يظهرون بعض المتنمرين، بعض المتظاهرين، بعض الراغبين بإثارة الفوضى، وهذا ما يجعلنا نرجع إلى 2019 حينما كان هنالك التظاهرات بالعراق يريد لها أن تشتعل وتشعل الشارع العراقي وتسقط حكومة السيد عبد المهدي، ونجحت في ذلك وكانت مدعومة أمريكيا واضحة وبلسان المسؤولين. وبالتالي ما يحدث اليوم داخل الجارة إيران هو نفس ما حدث بال 2019، وبحساباتي كان بولون اختبار بال 2019 جربته الإدارة الأمريكية بالأراضي العراقية وقاست مدى نجاحه والثغرات اللي موجودة به وبدأت تعالج هذه الثغرات. عموما يعني الإدارة الإيرانية استشعرت أن هنالك محطات تدير الحرب النفسية من داخل العمق العراقي وتحديدا في محافظتي السليمانية وقسم في ألبي، وبالتالي نبهوا الحكومة العراقية أكثر من مرة وقدم السيد قاآني إلى الحكومة العراقية وأخبرهم بالتفاصيل الدقيقة، وهنالك ملاذات آمنة ومضافات لمتنمرين ومتمردين إيرانيين يقومون بدعم التظاهرات داخل الأراضي الإيرانية، وهذا مما يؤثر على الأمن القومي الإيراني. طيب. ومن حق إيران وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الرد على مصدر القلق ومصدر التأثير، وهذا طبعا لا يعني أني أشرع التجاوزات الإيرانية، لكن أقول هي هذا واقع حال اللي حدث. وبالتالي لو رجعنا إلى ما يحدث من تجاوزات على الحدود العراقية من قبل الجارة التركية، شوف بعض المسؤولين العراقيين حتى بهكذا أمور يقين يعني يكيلون بمكيالين. تشوف التجاوزات التركية، تشوف من يومها بعض الفتور الإعلامي وبعض التقصير في مجال تشخيص الخروقات. للعلم أن خروقات التركية على العراق كبيرة جدا، من ضمنها حجم دفعات المياه، من ضمنها تجاوز على حدود العراق، من ضمنها محطة استخباراتية مخابراتية زرعت في بعشيقة من 6 سنوات وباعتراف الإدارة التركية، من ضمنها أيضا عمليات تجديد مخابراتي لإخوتنا وأبناء العراق البررة من المكون التركماني. طيب. ويدخلون ويتغلون بعقولهم تحت مسمى أن هنالك عمق قومي بين تركيا وبين المكون التركماني، وهم أبناء تركيا وأبناء المكون، وعليه أن يخدموا ويتخادموا مع المشروع التركي. طيب سيد عقراوي، يعني ما تم يوم أمس تحديدا بين سفير إيران أو الجانب الإيراني والجانب العراقي من بعض الاتفاقيات أو الاتفاقات خلينا نسميها على هذا الموضوع، بأنه يكون هنالك من الجانب العراقي تحديدا حكومة إقليم كردستان أن تنزع سلاح هذه الجماعات الإيرانية المعارضة المتواجدة في الداخل العراقي وتسلم سلاحها وترجع إلى مخيماتها وتكون هي فقط في جانب المعارضة وليس بالفصائل المسلحة والتهديد لإيران. وكذلك يعني تم مناقشة تبادل المطلوبين للقضاء وفق مذكرات تفاهم، هل من إمكانية لتحقيق هذه الشروط ضمن هذه المدة الزمنية القصيرة حتى نبدأ أو نشرح في حل هكذا تجاوزات؟ حقيقة أستاذ أحمد، مجيء هذه الأحزاب أو المخيماتهم، نحن كإقليم كردستان لم نأتي به، وإنما وجودهم يعود إلى النظام السابق في المدن الكردستانية في أقليم العراق، أقليم كردستان العراق، يعني وجودهم لم يأتي برضا أمنا. وأي حل دبلوماسي لهذه الموضوع نفضل الحل الدبلوماسي ده الحل العسكري، لأن الحل العسكري ليس حلا، بكل تأكيد سوف يزيد الطين بلة وسيعقد الأمور أكثر. هذه المسائل يحتاج إلى أن تكون هناك عراق في العراق حكومة قوية، حكومة قادرة على حفظ سيادة العراق، وهذا الموضوع يحتاج إلى معالجة المشاكل التي موجودة بين الأقليم وبين الحكومة الاتحادية، معالجة الفساد، بناء دولة مبنية على المواطنة، مبنية على الدستور والقانون. كل هذه الأمور سوف تسهل لأن تكون العراق قادرة دولة قوية تحافظ على سيادتها. هذه الأمور العسكرية ليس لديها أي حل. هناك مثل إيراني يقول إذا احترق بيت جارك فبيتك في قطر. نعم. إذا احترق العراق بكل تأكيد ستكون هذه شرارة على الدول الجوار. يعني مرات يحكون على أنه تتجه الشخصيات وإرهابية من داخل العراق إلى دول الجوار. نحن نرفض هذه المسألة بتاتا، ولكن كل هذه السيارات المفخخة وهؤلاء الانتحاريين من أين كانوا يأتون؟ هذه لم تكن ثقافة عراقية بكل تأكيد، ثقافة العراقية كانت ثقافة التسامح مع البعض.
يعني حقيقة هذه الاعتداءات موجودة على الدولة العراقية، ولا بد للدولة العراقية أن تكون قادرة ولحماية سيادتها. ومستقبل العراق لا بد أن تنطلق من عودة سيادة العراق إليها. ما دام أن ثقافة التسامح تصفها سيد عقراوي هي سمة العراقيين، سيد كامل نتحدث عن هذه الثقافة في دقيقة لو سمحت، هل نرى لغة الحوار ستسود وإنهاء هذا الملف قريبا؟ يعني توجد لدينا مقاربة سابقة، معسكر أشرف كان قريب على الحدود، كان في محافظة ديالى، وكان يسكن بمجاميع إرهابية من منافقي خلق، وضغطت الحكومة الإيرانية، وبالتفاوض مع الحكومة العراقية تم إبعاد هؤلاء إلى يعني معسكر في قرب مطار بغداد، وسلم المعسكر إلى مؤسسات مدنية وانتهت هذه الحالة. أنا أعتقد حالة المقاتلين الكرد المرتبطين بعصابات ومرتبطين بدول أجنبية يجب نزع سلاحهم ويجب إعادتهم إلى معسكرات مدنية. إذا كانوا نازحين يبقون نازحين، وإذا كانوا معارضة سياسية يفتحون مقرات حزبية علنية، حزب علني مقر سياسي، وليس مهرب يدخل السلاح إلى إيران ويقومون بالتفجير والتخريب. الحزب السياسي إيران لا توجد لديها مشكلة، قالت بإمكانهم أن يعملوا في السياسة أو يعودوا إلى معسكرات النزوح، ولكن كونهم مسلحين، كونهم يتدربون، كونهم يهربوا السلاح إلى داخل إيران، نحن لا يمكن أن نسكت ولا يمكن أن نترك بلدنا معرض للتهديد. وهذا الموقف اتفهمت الحكومة العراقية ووعدت إيران بأنها ستقدم برنامج لنزع أسلحتها هؤلاء خلال فترة زمنية معينة. أشكرك شكرا جزيلا سيد كامل الكناني المحلل السياسي والباحث الإعلامي، شكرا جزيلا لك معنا في الملفين، وشكر كثير لجنابك الأستاذ عدنان الكناني الخبير الأمني، وشكري الموصول لحضرتك الأستاذ ديار عقراوي الباحث السياسي، حدثنا عبر سكايب من دهوك. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.